إذن كما قالوا منذ قليل قداه قال لك، وقال لك بقى قداه كاين مقطع خريطة مثل ذلك. وراها 8 مقاطع، الأول في الثانية في التحتانية. ثانية تتصفح. إيه هاي وراها، نحوس على هذه. عندما تتصفح كتابك 8 مقاطع، نتأكدوا من الكلام. كان 8 مقاطع، 8 وش معناها؟ في الحقيقة 8 وش معناها؟ معناتها الفصل الأول الثاني الثالث. الفصل الأول قداه فيه، والثاني قداه فيه، والثالث قداه فيه. هذا وش معناه؟ الفصل الأول فيه 3 مقاطع، والفصل الثاني فيه 3 مقاطع، والفصل الثالث فيه 2 مقاطع. هذا قصده بهذا الشكل، معناتها التقسيم يكون هذا هو. كما كتبت على السنة الثالثة في العام اللي فات، وتاع السنة الرابعة القيم الإنسانية، وكاين رصيد لغوي قراءات بنفس الطريقة، مقسم التنمية المستدامة. قداه كاين نص، كلش قداه كاين نص. كاين 3 هنا، رفاق المدرسة التعاونية المدرسية طريق السعادة، كاين 3، وكاين في كل مقطع 3 3. قداه كاين مقطع 8، 3 في 8 24، 24 تقسي لها واحدة 23، صافي كاين 23 نص. غادي نتفاهموا عليها. كم عدد النصوص في السنة الخامسة ابتدائي؟ 28 نص. لا 23 نص. 23، 3 في 8 ناقص 1. 3 في 8 ناقص 1. 3 في 8 24 ناقص 1 23. 23 23 نص، معناتها كاين 23 نص. 23 كاين 23 نص. عدد النصوص هو 23، معناتها هما باش تقرايهم وتوجديهم، اما موجودين في الانترنت حوس عليهم. كل خطر نقرا واحد ونكملهم الكل. 23 نص. كاين نحو، كاين صرف، كاين املاء، كاين محفوظات، كاين مشاريع. يشبه السنه الرابعه. هذا كيفاش مقسم الكتاب، كيفاش راه مقسم؟ يشبه تاع السنه الرابعه، معناتها كون جبتو تاع السنه الرابعه دوكا لقاو يشبه له. المهم يشبه تاع السنه الرابعه نفسه، جزء تاع فهم منطق، انتاج شفوي، فهم كيف مقسم الكتاب تاع السنه الرابعه، مقسم هذا ثاني او كيف. اذا هذا موضوع الفيديو. كنت نحبس هنايا. كي نجي نشوف الصفحات، هذه 9، هذه 8، هذه 7، هذه 6، هذه 5، هذه 4، هذه 3، هذه 2، وهذه 1، وهذه 0، وهذه 0. إذن هذه كملناها. لازم ما نصوتوش. انا شفت الخدمة في الانترنت ما عجبتنيش. كاين تصوتية ما تصوتاش. هذه مش ورقة زايدين، هذه مش ورقة زايدة. انتم يتقراو يتخدموا، انا خدمنا، احنا كنا لازم نخدموا كلش. هذه وضعية انطلاقية، انا نديروها فيديو واحد اخر. انا المهم بالنسبة لي انا مكون خدمنا حتى لصفحة 7. اذا كي نمشي نشوف الفيديو الاول، درت الصفحة هذه وهذه وهذه من 0 ل 3 في الفيديو الاول. الفيديو الثاني درت 4 و5 و6 و7. هذه هي، انتهى موضوع هذا الفيديو.